طيب ازاي شفت امبارح مباراة المصري وبيراميدز في الدوري؟ يعني عايز اقول وكمان لحضرتك ان مباراة المقاولين وفيوتشر، خليني اسألك برضو على المباراتين. بص، هي نفس القصه، الماتشين خلصوا تعادل سلبي 0-0. الفرقتين لعبوا لمصلحه النادي الاهلي ومصلحه نادي الزمالك، وكان فيوتشر وبيراميدز في صراع مع النادي الاهلي على صداره الدوري. انه بتتكلمي توقفوا عند 38 نقطه هم الاثنين، الاهلي 40 نقطه ولكن لديه ثلاث مباريات مؤجله، فبالتالي ان التعادلين بتوع امبارح سواء الفيوتشر مع المقاولين العرب او بيراميدز مع المصري كانوا اكثر في صالح النادي الاهلي المتربع على الصداره برصيد 40 نقطه ولديه ثلاث مباريات مؤجله، في صالح نادي الزمالك ايضا انه في فرق 32 بونت عند نادي الزمالك وعنده مباراه اقل من بيراميدز وفيوتشر، انه يقدر يعني يقلل الفارق مع الفرقتين ويعود مره اخرى الى المركز الثاني في الدوري. فبالتالي انه بيراميدز وفيوتشر مشاركتهم في الكونفدراليه مع مشاركتهم في الدوري الممتاز اثر بشكل كبير جدا فنيا على الفرقتين، انه مع الضغط البدني مع الضغط العصبي انه صعب جدا انك انت تقدري تركزي في بطولتين يعني في نفس التوقيت. فبالتالي اعتقد انه مع مرور الوقت لو بيراميدز وفلوتشر ركزوا اكثر في الكونفدراليه فده هيؤثر عليهم في بطوله الدوري الممتاز، واعتقد ان هم ممكن يتراجعوا بدل ما هم دلوقتي المركز الثاني والثالث في الدوري، ممكن نشوفهم ثالث ورابع في الدوري والزمالك يخش المركز الثاني، لان حاله الروتيشن حتى اللي بتحصل قليله جدا في الفرقه، فبالتالي في ضغط بدني على اللاعبين بشكل كبير جدا. ولكن في المجمل انه لا طبعا النتائج بتاعت الماتشين امبارح فيوتشر مع المقاولين او حتى بيراميدز مع المصري في صالح النادي الاهلي اولا وفي صالح نادي الزمالك ثانيا.